السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج القوس بتاريخ 13 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، لعل يكون عندك خير الفتره اللي جايه وفي تقدم وفي تبشرات حلوه. بس كل اللي محتاجه منك ان انت تركز معايا الفتره دي وتركز في الطالع بتاعك واللي هينطبق عليك، وباذن الله اللي ينطبق عليك يكون كله خير ويكون كله رزق، ما ينطبقش عليك ابدا حاجه وحشه يا مواليد برج القوس. يلا اهم حاجه ادعموا الفيديو بتاعكم باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، ونشوف مع بعض ايه اخباركم الفتره اللي جايه، وايه التقدمات اللي عندك، ايه التبشرات اللي عندك، ايه الامور اللي هيبقى فيها تجديد عندك، كل حاجة هنشوفها مع بعض. بس انت كل اللي مطلوب منك ان انت بس تركز معايا وان شاء الله بإذن الله يكون عندك خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا، بسم الله. اول حاجة علاقتكم العاطفية فيها تحسن، اول علاقة اللي انتوا فيها حاليا في تحسن الفترة دي، بس العيب مأثرة عليكم في اكتر من حاجة، في تراجع بشكل سلبي في علاقة، عندكم طاقة حلوة جدا، كمان انتوا هنا في امور فيها تجديد ليكم، بس انتوا حيرانين جدا، في حد مهووس بيكم، حد بيحبكم، حد عايزكم تكونوا موجودين، حد كده مختلف الشكل، يعني فعلا مهووس بيكم جدا، بس انتوا مش عارفين تتعاملوا معاه ولا عارفين تعملوا ايه. انتوا هنا بتدوروا على الاحتواء وبتدوروا على الحب، بتدوروا على الحنان، بتدوروا على الشخص اللي فعلا يكون موجود معايا في كل حاجة في حياتي. عندكم هنا خوف من بكرة، انتوا خايفين بشكل كبير جدا، خايفين من حاجات كتيرة جدا. انتوا كمان هنا في اصدقاء بينكم وبين حد في العمل، مفيش طاقة، مفيش امور تجديد، في شوية عراقيل بينكم، رغم ان الفترة دي عندكم محافظة حلوة، انتوا هتحافظوا على حاجات جديدة، في حافظوا على حاجات كتيرة في حياتكم، هيبقى في تجديد لنفسكم، تجديد لشكلكم، تجديد لحياتكم بشكل كامل. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده تحسن في علاقة، تحسن في ارتباط، تحسن في تغيرات، الله أعلم. بس البعض منكم هنا عنده نجاح حلو قوي وعنده ازدهار في أكتر من حاجة. كمان البعض منكم عندهم عند، البعض منكم عندهم عراقيل موجودة معاك أو مع شخص مميز في حياتكم، في شوية مواجهات عندكم بتحاولوا ان انتوا برضو تتخلصوا منها، البعض منكم حاطط هدف قدامه عايز يتخلص منه، عايز يعمل حاجة جديدة، عندكم حب جوه قلبكم، الحب ده كبير أو بيكبر معاكم. كمان البعض منكم هنا مشتاق لأطفال، مشتاق لحد كبير بعيد عنه، مشتاق لحد هو مشتاق له جدا الفترة دي، فانتوا الفترة دي هتكونوا متألقين جدا او هتكونوا واثقين في كل حاجة في حياتكم. كمان في مشاجرات بينكم وبين عائلة، بينكم وبين اشخاص معينين في حياتكم الفترة دي، كمان في احترام ليكم، انتوا بتحترموا حد او حد بيحترمكم، حد عايز لكم ان انتوا فعلا تكونوا كويسين وتكونوا ناجحين في حياتكم، بس فعلا انتوا حرفيا مصدومين من ردة فعل بني آدم ما كنتوش تتوقعه يكون ده ردة فعله، ما كنتوش تتوقعه انه يكون هي دي نتيجة اعماله او نتيجة افعاله. شوية تمييز هيميزوكم عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم. كمان البعض منكم مميز في كشف حقيقة ناس حواليكم، كشف حقيقة اشخاص موجودة في حياتكم. إيه، انتوا عليكم عين مأثرة عليكم، والعين اللي مأثرة عليكم دي مخلياكم دايما في طاقة، دايما في عراقيل. الفترة اللي جاية في تميز في اكتر من حاجة عندكم، وهيكون عندكم حكمة كبيرة جدا، بس عايزاكم تخلوا بالكم كويس جدا من اي حد ممكن يواجهكم الفترة اللي جاية في اكتر في اي حاجة. ليه؟ علشان العيون دايما عليكم، مركزة في حاجات كتيرة جدا تخص اكتر من حاجة عليكم. انا مش عايزاكم تخسروا نفسكم من اجل الاخرين، عايزاكم تكملوا مستقبلكم، تكملوا الحاجة اللي انتوا عايزينها. ليه؟ علشان الرجوع اللي عندكم ده مش ايجابي ليكم، فلازم تحسنوا دخلكم، لازم تحسنوا الوضع بتاعكم، عندكم حد هيتعامل معاكم بحكمة الفترة اللي جاية، وهيبقى فيه طاقة كده معينة، طاقة جديدة، اشتياق،
او انتوا ناويين تعملوا اكتر من حاجة جديدة، انتوا دايما مميزين في اكتر من حاجة، عندكم هم هينزاح خالص وعندكم طاقة ايجابية. الهم الكبير اللي عليكم ده هينزاح بطريقة كبيرة جدا، بس انتم مستعجلين وعندكم مجادلة مع حد. عندكم كمان طاقة حلوة جدا 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 هتخرجكم من اي محنة ومن اي ضيقة انتم حاليا فيها. الطاقة السلبية اللي متوزعة عليكم دي هتنتهي بشكل كبير جدا. كمان انتم الفترة دي عندكم حصدا تاما لحاجات كتيرة جدا انتم ناويين عليها. عايزاكم تخلوا بالكم كويس جدا من الفتنة من اشخاص معينين. كمان انتوا هنا مميزين جدا، مميزين جدا في ان انتوا بتعرفوا تتعاملوا مع الاخرين، بس مشكلتكم ان انتوا بتاخدوا الامور بحساسية، ومادام ما انتوا بتاخدوا الامور بحساسية هتلاقوا فيه شوية كلام سلبي عليكم، انتوا كده بتحسوا ان انتوا عندكم دفعة سلبية. كمان عندكم ميزان العدالة الفترة دي، ميزان العدالة ده حلو جدا جدا، هيخليكم توازنوا اموركم بكل حاجة. البعض منكم عنده شوية ظلم في شوية حاجات، عنده شوية عراقيل في شوية حاجات، عنده شوية توتر في حاجات، عنده شوية أمور مضايقاه في حاجات، الله أعلم. كمان انتوا هنا بتحاولوا تتأسفوا، أو حد بيحاول يتأسف لكم بقدر المستطاع. ضميركم بيأنبكم في حاجات كتيرة جدا في حياتكم، في كذا حاجة شغلة بالكم. كمان ان حد اللي هيعتذر منكم الفترة دي هيقول لكم سامحوني انا اسف، فعلا انا ظلمتكم، انتوا ماشيين على جميع الاسعد بتاعتكم تمام جدا، ما تقلقوش خالص، انتوا عندكم شفقة في قلبكم وعندكم رحمة بترحموا الاخرين، بس ما فيش حد بيرحمكم. كمان انتوا قريبين جدا من ربنا الفترة دي، علشان عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه والخذلان اللي بيمر عليكم. البعض منكم كمان عنده امور مع الاسرة، عنده امور مجادلة شد وجذر مع الاسرة، عنده امور مع حد مقرب من العيلة اهم حاجة، حاسس دايما ان هو لوحده، ان هو عايش في كوكب الاحلام لوحده، حاسس دايما ان هو بعيد عن الاهل، بعيد عن الاصحاب، بعيد عن ناس كتيرة جدا مقربة منه. كمان عندك لم شمل، عندك طاقة جديدة، بس انتوا بتشتكوا، يا اما في ناس بتشتكي من المعدة، في ناس بتشتكي من ألم داخل المعدة، في ناس بتاخد علاج كيماوي للمعدة، الله اعلم، بس انتوا عندكم علاج بتاخدوه. كمان بتحاولوا ان انتوا اليومين دول تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم او اكتر، علشان خاطر انتوا حاسين ان الصحة بتاعتكم في النازل، حاسين ان الصحة بتاعتكم فيها توتر وفيها حيرة، وانتوا مش اخدين راحتكم في صحتكم، مش اخدين راحتكم مع نفسكم. طيب انتوا من على الفاضي وعلى المليانة عمالين تبكي، انتوا خسرتوا شخص عزيز على قلبكم، والشخص ده كان بيحبكم جدا، انتوا دلوقتي حاليا قاعدين وبتفكروا الشخص اللي انتوا خسرتوه، انتوا غلطتوا اكبر غلطة انكم انتوا خسرتوا الشخص ده، كان فعلا شخص بيحبكم جدا، بس انتوا ما كنتوش شايفين اي حاجة. فعشان كده اليومين دول بتحاولوا تعيدوا حساباتكم، بتعيدوا كل حاجة في حياتكم، بتعيدوا أولوياتكم، بتعيدوا مسؤولياتكم، بتعيدوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. والفتنة زي ما قلت لكم اللي حصلت دي هي خلتكم مهمومين وحاسين بالطاقة السلبية. البعض منكم ليه أكتر من سنة زعلان، ليه أكتر من سنة يعني حزين، ليه أكتر من سنة عنده شوية عراقيل واقفة في وشه، فهو عايز يشتغل الفترة دي بأي طريقة، علشان هو داخل على أيام مختلفة. عندكم هدية بتتحضر لكم، حد هيهديكم هدية، أو حد الأيام اللي جاية دي هيجيب لكم هدية حلوة جدا، ومن خلال الهدية دي هتديكم طاقة إيجابية وهتديكم دفعة لقدام بشكل كبير جدا. انتوا دايما من الصابرين، دايما من الناس اللي بتصبر في كل حاجة، دايما من الناس اللي هي يعني بيبقى عندها كده كمية صبر رهيبة جدا في حياتها، كمية صبر ان هم يصبروا على هم، يصبروا على فساد، يصبروا على كل حاجة لحد ما يشوفوا اخر اللي قدامهم ايه، او اخر الحياة مع الناس اللي قدامهم ايه.
كمان انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة جدا، طاقة الانتظار اللي انتوا مستنيينها دي بشكل كبير جدا. انتوا بتحبوا عملكم، بتحبوا شغلكم جدا، بتحبوا المجال بتاع الشغل بطريقة رهيبة جدا. دايما عندكم اكتر من شغلانة، دايما حتى لو ما اشتغلتوش بايديكم بتشتغلوا بدماغكم، تفكير 24 ساعة، بتفكروا للنجاح، بتفكروا للازدهار، بتفكروا في حاجات جديدة، حاجات جديدة، حاجات مهمة، حاجات حلوة ليكم، تزود الدخل، تزود المال، تزود حاجات كتيرة جدا عندكم. وعشان كده بتنتبهوا جدا من الفوضى اللي عليكم، وبتنتبهوا جدا من اللي حواليكم. عندكم شخص موجود في حياتكم، الشخص الموجود في حياتكم ده مش حابب لكم الخير خالص، مازال موجود، ما انتهاش عندكم، موجود بينكم وما بينه علاقة، في علاقة معينة بتربطكم، بس انتوا في يعني اتجاه الشخص ده ما بيحبلكمش الخير ابدا، ده عايز في جوه قلبه كره، جوه قلبه حقد ليك ولحياتك، وانت بتربطك بيه علاقة، رابط كده في بينكم وما بينه، دايما بيحاول يستفزك، دايما بيحاول يستفزك، بيحاول ان هم يستفزوك بقدر المستطاع علشان يطلعوا اللي جواك. فانتوا خلوا بالكم من النقطة دي، علشان هو مازال حامل كره ليكم، ومازال مش حابب لكم الحب، ومهما يعمل ان هو عايز يعني بيصطنع ان هو كويس، فهو مش كويس خالص، وانتوا هتعرفوه خلال الايام دي. في حد خارج، يعني في حد انتوا مش عارفين تسيطروا عليه، في حد انتوا مش عارفين تتكلموا معاه، في حد عندكم يعني انتوا مشكلتكم من كتر طيبة قلبكم ومن كتر اللي انتوا شفتوه في حياتكم، ما بقاش عندكم اي حاجة او اي محنة لاي حد. انتوا شفتوا كتير جدا ظلم، شفتوا كتير جدا اسوأ، شفتوا كتير جدا معاملة ما كانش تليق بيكم خالص، وعشان كده انتوا حرفيا ما بقيتوش تتعاملوا بحنية، ما بقيتوش تتعاملوا بحب مع الاخرين، بقيت التعامل بينكم على قد الكلام، على قد اللي رايح، على قد اللي جاي، بسبب ان انتوا ما بقيتوش ناقصين، او بسبب ان انتوا خلاص ما بقيتوش يعني ليكم طاقة ان انتوا تتعاملوا مع الناس السلبية. عندكم ممكن يعني هيبقى في قعدة، هيبقى في كلام، كل واحد هيقول اللي عنده، انت هتقول وهو هيقول، وكل واحد هيتكلم بالطريقة الإيجابية. عندكم شخص بقدر المستطاع بيحاول يحطكم او بيحاول ان هو يمسك عليكم حاجة، بيحاول ان هو يعمل لكم حاجة مؤذية، بيحاول ان هو يمسك عليكم حاجة معينة في دماغه علشان يتكلم، زي ما يكون الفترة دي كمان عليكم نذر، في نذر لازم توفوا بيه، او بتفكروا، او انتوا نذرتوا نذر من فترة ولسه ما وفيتوش بيه، الله اعلم، بس انتوا عليكم نذر الفترة دي، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا توفوا بالنذر اللي عليكم، علشان النذر ده هو اللي عامل لكم الهم، بسبب ان انتوا مازال موجود في حياتكم. كمان ربنا هينجيكم من كسرة قلب، هينجيكم من عذاب، وهيجعل جواكم رحمة كبيرة جدا. انتوا ناويين يعني تطلعوا لفوق، وبالفعل انتوا عندكم رفعة حلوة جدا، النجم بتاعكم بيلمع في السماء، وده بيدل ان انتوا هتكونوا من المبشرين في حياتكم. كمان انتوا دايما بتقولوا الحق، الحق جدا، ما تعرفوش تزودوا في الكلام، ما تعرفوش تتكلموا بأي طريقة سلبية. عندكم شد وجذر بينكم وما بين حد، مع أشخاص معينين، بسبب انه مشكلة، يعني في مشكلة عندكم هتشدوا مع بعض، المشكلة دي خرجت عن السيطرة بتاعتك، فهتقعدوا قاعدة وهتحاولوا ان انتوا تواجهوا، وهتحاولوا ان انتوا تتكلموا بأي شكل، وتقولوا كل اللي عليكم، او هم يقولوا كل اللي عليهم. هيبقى في امور عندكم، يعني ممكن انتوا البعض منكم عنده مشكلة مع ورث، عنده مشكلة مع اهل علشان خاطر فلوس، انت عندكم حد طمعان فيكم وعايز ياخد فلوسكم، وده طبعا حاجة انتوا مش حابينها ولا راضيين بالشكل ده، فعشان كده انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل بأي طريقة. انتوا دايما يعني حياتكم جميلة، حياتكم كده ما شاء الله عليها، عندكم حياة كريمة جدا في حياتكم، انتوا شفتوا الحقد وشفتوا الذل، كان عندكم حد متسلط علاقات، متسلط اللسان، كان حد علاقته بيكم او انتوا علاقتكم بيه غامضه، وبعد كده اكتشفتوا الوش الحقيقي بتاعه، واكتشفتوا قد ايه ان هو شخص منافق وشخص مش حابب لكم الخير ابدا.
كمان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا تعبانين من كتر العراقيل، تعبانين من كتر المطبات اللي قدامكم، تعبانين من كتر ما كل ما تطلعوا من حاجة تلاقوا حاجة في وشكم. رغم ان العقبات دي تأكدوا تماما ان ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب، بس خلوا بالكم من نفسكم وركزوا كويس جدا في حياتكم. عندكم هدوء تاما وفي رابط بينكم وبين حد انتوا ماسكين فيه او حد ماسك فيكم. الفترة دي هي فترة تغيراتكم، هي فترة انتصاركم. في شوية توتر في العاطفة، شوية توتر في حياتك من ناحية الحب، لسه طالعين من صدمة كبيرة، والصدمة دي اكتشفتوها في العاطفة، فعشان كده حاسين بالتوتر، حصل خيبة أمل كبيرة في العاطفة، فبالتالي الفترة دي انتوا مش عايزين ارتباط ولا عايزين أي حاجة تخص العاطفة. ظهر لكم ان انتوا يعني دايما كان بينكم وبين الشريك شد وجذر بطريقة رهيبة جدا، لدرجة انه حصل عندكم نفور، حصل عندكم اكتر من مشكلة، بس في موقف معين حصل، الموقف ده خلاكم انتوا تنفصلوا او خلاكم انتوا تبعدوا عن بعض، بسبب ان انتوا ما توقعتوش ان النهاية تكون بالطريقة دي او النهاية تكون بالشكل ده او بالمنظر ده. حصل عندكم بلوك بينكم وبين حد، حصل عندكم بعد بينكم وبين حد، الله اعلم، بس حصلت حاجة بينكم، والحاجة اللي حصلت دي خلتكم انتوا اصحاب قرارات حاسمة، خلتكم انتوا اصحاب شخصية مختلفة نهائيا عن الاول، وما بقيتوش تسامحوا زي الاول. يعني انتوا عندكم نقط على حروف، عندكم حد هتحطوه مع حد، الله اعلم، بس انتوا حاليا بتفكروا تقطعوا علاقتكم باي حد ممكن يفكر ان هو يأذيكم او يفكر ان هو ممكن يضايقكم باي طريقة. البعض منكم متعرض دايما للخذلان من المقربين، المقربين انتوا بينكم وما بينهم ضغوط، بينكم وما بينهم طاقة معينة، بينكم وما بينهم حاجة مضايقاكم، الله أعلم، بس انتوا هنا عندكم زي ما قلت لكم لو عندكم شد وجذر مع ناس مقربة، فانتوا ارموا ورا ظهركم وما تركزوش أبدا على أي حاجة ضايعة منكم، ما تركزوش أبدا على أي طاقة سلبية مؤثرة عليكم، انتوا طاقتكم دي مفتوحة، مشاعركم فيها ذبذبة اليومين دول، مشاعركم عندها أو فيها طاقة كده مش عاجباكم خالص ولا حاسالكم الخير. كنت كمان اليومين دول حرفيا عندكم برضو فوضى في العاطفة، عندكم فوضى في حياتكم بشكل كبير جدا. وكمان انتوا كنتوا في علاقة في الماضي، العلاقة اللي في الماضي دي حسيتوا ان انتوا في توتر، في حيرة، في خذلان من ناس مقربة جدا. انتوا محترمين جدا في التعامل مع الاخر او مع الاشخاص اللي قدامكم، حصل عندكم حالة وفاء، ومن بعد حالة الوفاة دي انتوا اتغيرتوا 180 درجة. حصل عندكم كمان الفترة دي بشكل كبير جدا ان انتوا هتدخلوا وهتبدأوا بداية جديدة، هتبدأوا فترة جديدة، هتبدأوا شهر جديد، هتبدأوا اسبوع جديد، هتبدأوا حنويين وبتفكروا حرفيا ان انتوا تبدأوا حاجة جديدة. وبالفعل في حد عندكم ناوي على الجواز، لا اما انتوا لا اما شريك لا اما حد في اهل بيتكم، عندكم جواز هتحضروا له وعندكم فرحة خير بإذن الله. والبعض ممكن يكون عنده رجوع ولم شمل زي ما ذكرت، لم الشمل ده هيكون جميل جدا. في حد عندك عنده علاقة، يعني عنده علاقة روحانية جامدة، عنده علاقة روحانية كبيرة جدا، بيعرف كل حاجة وانتوا بتستغربوا جدا هو بيعرف ازاي بايه اللي بيحصل، علاقاته روحانية جدا، بيربط الاحداث في بعضها في ثانية بيكون عنده النتيجة. عندكم الحظ، عندكم الفترة دي هيكون في امور، في طاقة ايجابية، في اخبار حلوة، بس عندكم طاقة حزن من حد مقرب ليك، او حزن مقرب، يعني ممكن الحزن ده يكون مقرب منك انت شخصيا بسبب حد من في حياتك، الحد اللي في حياتك ده انت حاسس ان انت ساكت وما بتت يعني ساكت ما بتتكلمش خالص، بس هتلاقي نفسك، هتلاقي نجاحك، هتلاقي ازدهارك الفترة دي، بلاش تكون متهور، بلاش تكون بلاش كده تكون متعصب على الفاضي وعلى المليان، انت عصبي جدا، ومن صفاتك الاخلاص، بس الدموع عندك ملازماك وراك وراك. الطاقة بتاعتك اليومين دول هيكون فيها تملك، انت عندك شراء، ناوي تشتري حاجة معينة، بس ناوي تبني
ناوي تطلع من اللي انت فيه، انت عندك كذا حاجة هتطلعك من المكان المعين اللي انت فيه. زي ما قلت لك كمان الفترة دي ممكن يكون عندك سفر بإذن الله، السفر ده هيكون خير ليك جدا، ومن ورا السفر ده هتقدر تحصد حاجات كتيرة جدا، هتقدر تزرع خير تاني، هتقدر ان انت تشتغل وتعافر وتوصل لكل الأحلام بتاعتك. بس انت الأيام دي ماشية معاك بالعكس، يعني كل ما تقول على حاجة تنوي، يعني كل ما يقول خلاص هات بتلاقي حاجة تانية عكس ما انت بتفكر. فعشان كده انا دايما بقولك ركز على الهدف بتاعك وركز على الحلم بتاعك علشان حلمك قريب منك. عايزك تحذر من اهل الشريك، اهل الشريك هيكون عندك مواجهة معاهم، انتوا الفترة دي في شوية توتر مع في امور معينة، وعشان كده انت هيكون عندك مواجهة مع الاهل. بس لما هتقعد في المواجهة افضل ساكت 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 لحد ما تسمع كل اللي بيقوله الشخص التاني، وبعد ما تسمع اقدر رد براحتك بالطريقة اللي انت محتاجها. انت عندك هجوم، يعني حد هيهاجم عليك او انت هتهاجم على حد وهتاخد حقك. عندك شوية معلومات بتحاول تجمعها الفترة دي بطريقة كبيرة جدا. كمان البعض منكم عنده حد مريض، عنده حد هيبقى فيه شفاء بإذن الله، عنده حد في خانقة وفي ضيق ان شاء الله بإذن الله ربنا يفك كربه. عندك كمان حاجات انت يعني بتحلم بيها، يعني بتحلم بان انت تقف وتعافر وتوصل للهدف بتاعك بشكل كبير جدا. وعشان كده هي الفترة دي هي فترتك ان انت تطلع من التسلسل اللي هو اذيك. عندك حالة ندم رهيبة جدا، وعشان كده بتعاتب نفسك الايام دي بشكل كبير جدا، فلازم تهدي اعصابك وتهدي الفوضى اللي جواك وتهدي اي مشكلة سلبية في حياتك علشان خاطر انت ناوي على كذا حاجة. كمان البعض منكم تعرض لأكتر من مرة من طعنة، تعرض لأكتر من مرة من خذلان كتير جدا في حياته. بلاش ان انتوا تجيبوا كل حاجة على اعصابكم وعلى حالتكم النفسية علشان خاطر انتوا مظلومين من ناس كتيرة جدا، والظلم ده مأثر عليكم انتوا في حاجة في اكتر من حاجة. فعشان كده لازم تبنوا بالشكل الايجابي وتبعدوا الطاقة السلبية على نفسكم وتحصنوا نفسكم اول باول. طول ما انتوا بتحصنوا نفسكم طول ما هتلاقوا الطاقة الايجابية. كمان مش عايزاكم لو انتوا يعني لو انتوا عندكم اطراف تانية في حياتكم بتتدخل طلعوهم بره، وما تفتحوش ابدا مجال اي مجال لحد ان هو يتدخل في حياتكم. الطاقة بتاعتكم مفتوحة، الطاقة بتاعتكم ايجابية، الطاقة بتاعتكم جميلة جدا، وهيبقى فيها حسن الحظ مفتوح جدا الفترة دي. ليه؟ علشان هيكون عندكم تغيرات جذرية، تغيرات في كذا حاجة، في حلم عندكم انتوا بقالكم سنين عمالين ترددوا فيه، الحلم ده مفتوح قدامكم وهيبقى فيه طريق خير بإذن الله. دايما انتوا عندكم مسؤوليات بتزيد، دايما الطاقات بتاعتكم فيها مسؤولية بتزيد، فيها طاقة إيجابية، فيها أخبار حلوة. فياريت تهدوا أعصابكم الفترة دي بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان خاطر انتوا روحانياتكم عالية، وطول ما روحانياتكم عالية طول ما انتوا هتسحبوا يعني وهتعلوا وهيبقى عندكم ترقية خلال أيام معينة. وابشروا ان انتوا لو وفيتوا بالنذر اللي عليكم هتحسوا قد ايه بالراحة النفسية، وهتحسوا قد ايه الطاقة السلبية دي هتنسحب منكم انسحابا تاما، وهيبقى فيه كده طبطبة عليكم، وهيبقى فيه حسن حظ عندكم بإذن الله. بس خلوا أعصابكم هادية. تحياتي ليكم وأتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق.